السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا من جديد في كورس سي ام اي بارت 1. مكملين مع بعض إن شاء الله محاضرات حل الأسئلة، ولسه مستمرين في بارت البادجت، وميعادنا النهاردة إن شاء الله مع يونت 9 سب يونت 3 اكسبكتد فاليو. الاكسبكتد فاليو من المواضيع السهلة البسيطة اللي لازم تيجي في الامتحان، هيجي لك عليها تقريبا من سؤالين لثلاث أسئلة في الامتحان. موضوع بسيط بيتكلم عن إن إحنا بنربط أي ايفنت أو أي حدث بالأوتكمز أو بالناتج الفاليو اللي خارجة منه مع احتمالية حدوثه. نضرب الفاليو بتاعت الايفنت ده في احتماليه حدوثه ونجمع ما هو احتماليه حدوثه 100%، يطلع لنا رقم اسمه الاي اكسبكتد فاليو. بنحول النظريه ديت الى ان هي تساعدنا في عمليه الديسيجن ميكنج والاختيار ما بين انفستمنت اوبورتيونيتي معينه، ما بين بروجكت معينه، وهكذا. اتفقنا؟ موضوع بسيط هنبدا نحل عليه الاسئله بتاعته دلوقتي. عايز افكرك قبل ما ابدا حل اسئله تركز معايا كويس جدا في قراءه السؤال عشان تقدر تفهم السؤال عايز ايه. اتفقنا؟ يلا بينا نتوكل على الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا اهو سب يونت 3 اكسبكتد فاليو. السؤال الاول بيقول ايه؟ مدينا شويه فاكت باترن بيقول لك فيها the probabilities shown in the table blue، الاحتمالات اللي مكتوبه في التيبل اللي تحت دوت. in the table blue represent بتمثل the estimate of sales، ده تقدير للايه؟ للسيلز، للمبيعات for new product، المنتج الجديد. ادي السيلز باليونتس وادي البروبابيلتي. الاحتمال ان حضرتك تبيع من 0 الى 200 يونت هو احتمال 15%، واحتمال انك تبيع من 201 الى 400 يونت ده احتمال 45%، وانك تبيع من 401 الى حوالي 600 يونت ده 25%، واحتمال انك تتجاوز من 601 الى 800 ده 15%. مبدئيا كده لازم نسب الاحتمالات دي تكون كلها معادلها او التوتال بتاعها يساوي 100%. فلو بصيت كده هتلاقي 15 و45 يبقى 60، 60 و 25 يبقى 85، وادي 15 يبقى 100%. ده كده هيكون شيء اساسي في كل اسئله الاكسبكتد فاليو. اتفقنا؟ طيب فين السؤال بقى؟ What is the probability، ما هو الاحتمال of selling between، انك تبيع ما بين 201 و 600 units of the products. ايه هي بقى احتماليه ان حضرتك مبيعاتك تكون من 201 الى 600؟ فين 201؟ 201 اهي 45%. لحد ما توصل 600 فمعاك كام؟ 25%. يبقى اذا البروبابيليتي او الاحتمال ان انا ابيع من 201 الى 600 هما ال 45% وال 25% اللي مجموعهم كام؟ تعالى كده نشوف. انا لو جيت قلت لك اهو ادي 25 45% ومعاها كمان 25%، التوتال بتاعهم يطلع كام؟ 70%. يبقى اذا الاجابه الصحيحه اجابه رقم سي 70%. شفت سؤال بسيط ازاي؟ عايز يعرف من 201 الى 600، يبقى النسبتين دول مع بعض اللي مجموعهم 70% اجابه رقم سي. نروح للسؤال اللي بعده. نفس الفاكت باترن اهي ونفس الجيفنز اللي عندنا، عايز ايه بقى؟ What is the best estimate of the expected sales of the new product؟ يا ترى ايه هو افضل استيميت؟ طبعا افضل استيميت اكسبكتد، ان حضرتك تروح مطلع الايه اكسبكتد فاليو. هتعملها ازاي دي؟ هتاخد كل اوت كامز في الايه، في البروبابيليتي او في نسبه الاحتمال بتاعه. بس احنا عندنا هنا تركيه بسيطه هنتعلمها من حل الاسئله. دلوقتي انا عندي هنا الاحتمال ده من 0 الى 200، وده من 201 الى 400 وهكذا. اخد كام في الرينج ده اضربه في ال 15%، واخد كام من الرينج ال 201 الى 400 عشان اضربه في 45% وهكذا. بيقول لك في عندك حاجة اسمها ميد بوينت. ميد بوينت اللي هي النقطة الوسط. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا النهاردة علشان اجي اشوف هاخد كم من 0 الى 200 في 15% هختار الميد بوينت بتاعتهم اللي هي النقطة الوسط. فهاجي كده اقول لك ادي الميد بوينت اهي، واقول لك من 0 الى 200 الميد بوينت بتاعتها 100، يبقى هضرب هنا 100 في كم؟ في 15%. كويس. وبعدين هنا من 201 الى 400 الميد بوينت بتاعتهم 300، يبقى هضرب 300 في كم؟ في 45%. وبعدين هاجي هنا اهو اقول لك من 401 الى 600 الميد بوينت بتاعتها كام؟ 500، يبقى هضرب في دي 25%. وبعدين من 601 الى 800 الميد بوينت بتاعتها كام؟ 700، واضرب في كام؟ في الاحتمال اللي هي الايه؟ ال 15%. شفت سهله ازاي؟ يلا كده بقى نضرب، ادي الميد بوينت بتاعتنا في الاحتمال، وادي التوتال يطلع 380. يبقى اذا الاجابه هنا توتال الاكسبكتد فاليو بتاع كل ميد بوينت من دولت اللي بتمثل المتوسط بتاع كل احتمال او كل فوركاست من دول، وضربتها في نسبه الاحتمال بتاعتها اللي مجموعهم 100% يديني الاكسبكتد فاليو بتوتال 380، يبقى اجابه رقم بي. نروح نشوف السؤال اللي بعده، سؤال رقم 3.
في سؤال رقم 3 بيقول ايه؟ In decision making في عملية اتخاذ القرار under conditions of uncertainty، لما تكون حضرتك معرض لإيه؟ uncertainty، و uncertainty هنا هي عدم التأكد، وإحنا كلنا بنيين الـ expected value على الإيه؟ الـ uncertainty. ليه؟ لأن حضرتك بتتنبأ بأرقام وتحط لها نسب احتمالات، وارد الكلام ده يطلع دقيق أو مش دقيق، وارد يطلع صح أو لأ، ويبقى إحنا كده في حاجة اسمها إيه؟ uncertainty. كويس أوي. فبيقول لك اول لما تيجي تعمل ديسيجن ميكنج وشغال بالانسرتينتي، يعني هتعمل اكسبكتد فاليو، فبيقول لك اكسبكتد فاليو ريفير تو، تعريف الاكسبكتد فاليو هنا هيكون عباره عن ايه؟ هو اللايكلي اوت كام اوف ا بروبوزد اكشن. لايكلي هنا يعني المرجح الحدوث، وهو ان حضرتك تبص بعينك كده وتقول اه هو ده احتمال اكتر احتمال ممكن يحصل، بس دي مش قصه الاكسبكتد فاليو. الاكسبكتد فاليو بتاخد كل الاحتمالات وتضربها في نسبها المئوي. هل هي البريزنت فاليو اوف الترناتيف اكشن؟ لا، البريزنت فاليو دي قصه ثانيه خالص، هنبقى نتعلمها ان شاء الله في بارت 2، وموضوع بيربط حاجه بحاجه اسمها التايم فاليو اوف ماني، ودي بره موضوع الاكسبكتد فاليو خالص. طيب هل هي البروبابيليتي اوف ا جيفن اوت كام فروم بروبوزد اكشن؟ طيب انت ليه ربطت نفسك هنا باوت كام واحد؟ انت المفروض تاخد كل الاوت كامز او كل النواتج اللي هتطلع باحتماليه حدوثها او بالبروبابيليتي بتاعتها، وتعمل لهم ويتد افريج او تضربهم في بعض وتجمعهم زي ما عملنا من شويه. طيب هل الاكسبكتد فاليو هي الويتد افريج اوف بروبابل اوت كامز اوف ان اكشن؟ ايوه صح. يعني ايه ويتد افريج يا جماعه؟ بص كده اخر مثال انا كنت بحله، كل اوت كامز او كل ناتج من دول احتماليه، لما انا اضرب في نسب الاحتمالات واجمعهم يبقى انا كده عملت لهم ايه؟ ويتد افريج. بص للرقم اللي انا اخدته ده اللي هو 380، هتلاقيه بيتراوح ما بين الافريج ما بينهم كده، ما بين ال 300 وما بين الايه؟ ال 500، فتحس ان انت وكانك بتعمل ويتد افريج مبني على نسب الاحتمالات. يبقى اذا الاجابه الصحيحه هنا اجابه رقم دي، الاكسبكتد فاليو هي مجرد الويتد افريج من البروبابل اوت كامز كلهم، كل الاوت كامز او كل النواتج اللي عندك اوف ان اكشن. يبقى الاجابه الصحيحه اجابه رقم دي. نروح نشوف السؤال اللي بعده بيقول ايه. فاكت باترن اهي الجيفنز اللي عندنا، بيقول لك ا بيفرج ستاند، بيفرج اللي هو الخاص بالجزء بتاع الوجبات، فواحد عامل ستاند كده بتاع وجبات بيبيع عليه كافي وبتاع والكلام كده. فبيقول لك كان سيل ايزر، ممكن يبيع يا اما سوفت درينك اور ايه؟ كافي اون اني جيفن داي. يا اما تبيع سوفت درينك يا اما تبيع كافي، ما ينفعش الاثنين مع بعض، لان هو يقول لك ايه؟ ايزر يا اما سوفت درينك اور ايه؟ كافي ان جيفن داي. اف ذا ستاند سيل سوفت درينك، لو هو بيبيع سوفت درينك اند ذا ويذر از هوت، ولو كان الطقس حار جدا، ات ويل ميك، هيبيع ب 2500. كويس. If the weather is cold، لو الجو برد، قال لك the profit ساعتها مع السوفت درينك هيكون 1000. يبقى دلوقتي لو حضرتك هتبيع سوفت درينك والجو حر هتبيع ب 2500، الجو برد هتبيع ب 1000. ماشي. If the stand sale كافي، لو حضرتك هتبيع قهوه and the weather is hot it will make 1900، لو كان الجو حر هتبيع 1900. If the weather is cold، لو الجو برد وانت بتبيع قهوه، ساعتها هتعمل بروفيت بكام؟ ب 2000. The probability of cold weather، احتمالية ان الطقس يكون بارد 60%. يبقى اذا اهو given ان on a given day at this time، في الوقت ده بكام؟ 60%. يبقى لما اقول لك احتمالية ان الجو يبقى cold weather 60%، يبقى اكيد ال hot weather كام؟ 40%. طيب السؤال هنا، if the probability of hot weather، لو احتمالية ان الجو يطلع hot given a hot weather forecast، وحضرتك بتتنبأ بان الجو هيكون حار، فالاحتمالية دي 50%. طبعا هو بيبني افتراض مختلف تماما عن 60% دي وكأنها لم تكن. كويس. فبيقول لك لو احتمال ان الطقس يطلع hot ده 50%، how much would the vendor be willing to pay for the forecast؟ ركز بقى في كلمة willing to pay for the forecast. يعني ايه بقى الكلمة دي؟ يعني هنا الفندور او الراجل اللي هيبيع ده ممكن يدفع فلوس كام عشان يجيب حد يعمل له تنبؤ دقيق؟ الحته دي بتفكرنا بالجزئيه الخاصه بالايه؟ بالبيرفكت انفورميشن. فاكرين القصه بتاعت البيرفكت انفورميشن؟ وهو ان عندنا حاجه اسمها فاليو اوف بيرفكت انفورميشن، تدفع كام عشان حد يدي لك معلومات بيرفكت. فهنا نفس الفكره، الراجل دوت ويلنج تو باي كام، يدفع كام عشان تمن الفوركاست ده. بص هقول لك الموضوع ببساطه يمشي ازاي. النهارده لو انا جيت قلت لك الجو حر، طبعا انت ايه؟ يقول لي انت راجل تمام وبتعمل فوركاست حلو، هروح انا ابيع ايه؟ سوفت درينك على طول. حلو. فلما يكون الجو حر وهو بيبيع سوفت درينك هيكسب كويس. هيكسب كام؟ هيكسب 2500. طيب ولما اجي اقول لك الجو برد، فانت كده الجو برد هتروح ايه؟ تكسب، تبيع كافي وتكسب ايه؟ 2000.
طيب تعالى بينا نقول يا الجو حر يا الجو برد، ما انا مش هقول لك الاثنين مع بعض، لازم ادي لك فوركاست فيهم كويس. فانا النهارده لو قلت لك ان الفوركاست بيقول ان الايه الويزر هيبقى هوت، يبقى حضرتك كده هتعمل ايه؟ هتروح تبيع سوفت درينك وتكسب كام؟ ها 2500. يبقى اهو لو الجو هوت باحتماليه 50%، فانا كده هروح على طول ابيع ايه؟ ابيع السوفت درينك صح؟ واكسب كام؟ فين السوفت درينك؟ اهو هكسب 2500 كويس. طيب ولو بعت كافي والجو حر، لو بعت كافي والجو حر هكسب كام؟ هكسب 1900 اهو. لو حضرتك بعت سيل كافي ويزر از هوت هتكسب كام؟ 1900. شفت؟ يبقى لو انا كلامي صح وطلع دقيق حضرتك هتروح تبيع سوفت درينك هتكسب 2500. لو كلامي طلع غلط حضرتك هيحصل لك ايه؟ هتكون بتبيع كافي صح فهتبيع ب 1900. يبقى الفرق ما بين الاثنين هي الفرق في دقه المعلومات يا جماعه، متخيل؟ الفرق بين الاثنين هنا في ايه؟ في دقه المعلومات. يبقى الفرق كام؟ الفرق هنا 600. بس ركز معايا، هنا الفوركاست ده باحتمال 50%، يبقى اذا لازم حضرتك تروح ضارب ال 600 دي في كام؟ في 50%. يبقى اذا الاكسبكتد فاليو هنا اللي تقدر تدفعها للفوركاست هي كام؟ هي 300 دولار بس. يبقى هي اجابه رقم بي. انت خدت بالك؟ القصه كلها هي الفرق ما بين ان الكلام يطلع صح او الكلام يطلع غلط لو الطقس هوت بنسبه 50%. فالفرق ما بين الاثنين في دقه المعلومات 600 دولار، باحتمال 50% يبقى 300 دولار، يبقى اجابه رقم بي. نروح للسؤال اللي بعده نشوف بيقول ايه. بوتلر اند برنداس اند برنستيد دول اسمين مالهمش اي لازمه، مالهم بقى؟ ار بروجيكتنج ماركت كونديشن، بيحملوا بروجكت او بيتنبؤوا الكونديشن بتاعت السوق فور ذا اب كامينج مانث للشهر اللي جاي. زي هاف بريبيرد ذا فولوينج بي اوف تيبل، عملوا التيبل الجميل بتاع البي اوف ده. بيقول ايه بقى التيبل ده؟ ادي الديماند ان يونت، يا اما الطلب يكون زيرو يا اما 2 يا اما 4 يا اما 6. كويس، تعالى شينا بينا بقى نشوف البروبابيلتي اوف ديماند. احتمال ان الطلب يبقى زيرو ده احتمال ايه؟ ها 10%. واحتمال ان الطلب يبقى 2 ده احتمال 30%. واحتمال ان الطلب يبقى 4 ده احتمال 40%. واحتمال ان الطلب يبقى 6 ده كام؟ 20%. طيب وادي اليونت او الفوركاست ان يونت، يا اما 0 يا اما 2 يا اما 4 يا اما 6. ده معناه ايه؟ ان هو الديماند ده، وادي السبلاي، ادي الطلب وادي العرض. معنى كده ان هو سبلاي ان يونتس، يا اما ما يشتريش حاجه يا اما يشتري 2 يونت يا اما يشتري 4 يونت يا اما يشتري ايه؟ 6 يونت. كويس، تعالى بينا نشوف بقى كويشن 5. بيقول لك الراجل دوت بترال اند برنسايد دوت اكسبكتد بروفيت وين سبلاي ايكوال 4. لو السبلاي هنا ايكوال 4 يا ترى البروفيت بتاعهم هيكون اخباره ايه؟ ببساطه شديده كده حضرتك هتاخد كل واحد من دول وتضربه في نسبه احتماله، يعني تضرب الماينس 160 في 10%، على فكره ده معناه ان هو هيخسر 160، وهتضرب ان هو هيخسر 40 في 30%، وتضرب ال 80 مكسب في 40% و 80 مكسب في 20% وتجمع التوتال بتاعهم. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ تعالى كده نشوف هنحلها ازاي مع بعض. تعالى اول حاجه هنا هقول ادي ماينس 160 صح، وادي كام؟ ماينس 40 وادي 80 وادي 80، اللي هم كل دول اندر سبلاي ايه؟ 4 اهو، اندر سبلاي 4. حلو ماشي. وبعدين هتضرب كل واحد من دول بقى في نسبه حدوث، يعني هتضرب دوت في 10% واللي جنبه في 30% واللي بعده في 40% واللي بعده في 20%، وتيجي كده تجيب الناتج تضرب ده هنا في نسبة حدوثه وتشوف هيطلع كام، وتجمع كل ده يطلع لك الاكسبكتد بروفيت كام؟ 20. يبقى اذا فين 20؟ اهي اجابة رقم سي 20. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ مجرد ان حضرتك بتاخد كل اوت كام من دول وتضربه في احتمالية حدوثه، المجموع الاحتمالات هنا لازم يكون واحد صحيح او 100، فيدي لك في الاخر الاكسبكتد فاليو بتوتال 20. السؤال اللي بعده نفس الجيفنز بتاعتنا هي اهي. عايز ايه بقى المرة دي؟ عايز يعرف الاكسبكتد بروفيت ويز بيرفكت انفورميشن. ركز بقى،
عشان تعرف الاكسبكتد بروفيت ويز بيرفكت انفورميشن لازم الاول تجيب الاكسبكتد فاليو بتاعتهم كلهم كويس، وبعدين تجيب الاكسبكتد فاليو بتاعت الايه البيرفكت انفورميشن وتقارنهم مع بعض فتطلع الفاليو بتاعت البيرفكت انفورميشن. بس هو هنا مش عايز الفاليو بتاعت البيرفكت انفورميشن، هو جاست عايز البروفيت ويز بيرفكت انفورميشن. فقول لي كده الاكسبكتد فاليو تطلع كام لو حضرتك كنت متيقن تماما من النتيجه وحد مدي لك معلومات جيده. بص بقى الموضوع بسيط قوي، المفروض ان حضرتك هنا لو اخترت صفر، او خليني اقولك لو الديماند صفر فحضرتك هتجيب ايه؟ صفر، صح؟ ماشي. طيب لو الديماند اتنين يبقى حضرتك هتجيب كام؟ هتجيب اتنين، مش كده؟ يبقى هنا هقول لو الديماند اتنين يبقى انا هروح اختار اعلى مكسب هنا وهختار 40 في 30% عند الديماند 2، يبقى هاخد احسن حاجة فيها وهقوم قايل هنا 40، ده خلي بالك ده السبلاي اهو، حلو، وهقول 40 في كام؟ في 30%. طيب لو الديماند 4 يبقى انا هعمل ايه؟ هاجي هنا عند الديماند 4 وهشتري انا كمان 4 وهاخد اعلى مكسب عند 4 اهو 80 في 40%، يبقى هروح قايل هنا 80 في كام؟ في 40%. ماشي. لو الديماند 6 هروح انقي احسن نتيجه هنا مع الديماند 6 وهبيع الستة كلهم، فهروح ايه اجيب 6 يبقى 120 في 20%، يبقى عند 6 هنا اهو 120 في كام؟ في 20%. بس شفت الموضوع بسيط ازاي؟ تعال كده بينا بقى ايه نحسب ونشوف هتطلع كام. هتضرب كل واحد من دول في احتمالية حدوثه، تطلع النتيجة اهي بتاعت كل واحد من دول، وتقوم عامل لها فاليو هنا تجمعها، تطلع الاكسبكتد فاليو هنا ويز بيرفكت انفورميشن كام؟ 68 دولار. خدت بالك الاكسبكتد فاليو هنا كام؟ 68 دولار، وكأنك عارف الديماند بالظبط ايه هو. فلما الديماند كان زيرو ما اشتريتش حاجة، زيرو، ولما الديماند كان 2 رحت فعلا اشتريت 2 وقمت ضارب 40 في 30%، ولما الديماند كان 4 انت عارف لانك معاك بيرفكت انفورميشن فرحت شاري كام؟ 4، فرحت قايل 80 في 40%، ولما الديماند كان 6 فانت عارف كويس لان معاك بيرفكت انفورميشن رحت واخد 6 هنا مع 120 في 20%، يبقى الاكسبكتد فاليو ويز بيرفكت انفورميشن هنا كام؟ تطلع 68. اجابه رقم دي. نشوف السؤال اللي بعده عايز ايه. نفس الجيفنز بتاعتنا برضو هي اهي، ولكن المرة دي عايز البرايس اللي الناس دولت اللي هم بيتلر وبيرنز ديوتل قال لك ايه ار ويلنج تو باي فور بيرفكت انفورميشن. هي دي الحتة التانية بقى، ادفع كم مقابل البيرفكت انفورميشن. طيب هو انا مش من شوية جبت الاكسبكتد فاليو ويز بيرفكت انفورميشن، اروح اجيب الاكسبكتد فاليو العادية، يبقى انا هروح اجيب اكسبكتد فاليو من غير بيرفكت انفورميشن واجيب الاكسبكتد فاليو والبيرفكت انفورميشن اللي انا جبتها واشوف الفرق ما بينهم كام، صح؟ تعال بينا نشوف. اول حاجه كده هاجي اجيب الاكسبكتد فاليو عند لما يكون الديماند 2. طيب تعال بينا كده نبص من التيبل ده شكله احسن شويه اهو، الاكسبكتد فاليو لما يكون الديماند 2 هروح جاي واخد هنا بقى اهو 80 في ماينس 80 في 10% ماينس 40 في 30% 40 في 40% 40 في كام في 20%. تعال كده نشوف هنقولها ازاي اهو، لما السبلاي هنا يكون 2 هروح اقول ببساطة جديدة عندي هنا، تعال كده بقى نضرب مع بعض، هقول ماينس 80 في كام في 10%، ومعاها ايه تاني؟ 40 في 30%، راح جاي ال 40 في 30%، وكمان هروح قايل 40 في 40%، 40 في 40%، وبعدين هروح قايل كام؟ 40 في 20%، هروح قايل 40 في 20%. بس شفت الموضوع بسيط ازاي؟ يطلع التوتال بتاعهم في الاخر كام؟ يبقى الاكسبكتد فاليو تطلع هنا كام؟ 35.2. واضحه الموضوع ببساطه شديده، ان احنا ضربنا هنا ماينس 80 في 10% يطلع 8، بعد كده ضربنا 40 في 30%، بعد كده ضربنا 40 في 40%، بعدين ضربنا اخر حاجه 40 في كام؟ في 20%، اهي 40 في 20% يطلع مجموعهم كام؟ يطلع مجموعهم 35.2. المفروض كده نروح بقى عند، بس ثانية واحدة كده، المفروض هنا في حاجة
في حاجة هنا انت بتقول دي 80 مش 8، في هنا غلطة، دي 80 يا جماعة. ايوة كده صح. ليه بقى؟ لان دي 80 انا كتبتها 8 فدي مش صح، يبقى هنا كده اهو 80 في 10% يطلع الاكسبكتد فاليو هنا كام؟ يطلع الاكسبكتد فاليو 28. نروح عند لما يكون السبلاي كام؟ لما يكون السبلاي 4. طيب لما يكون السبلاي 4 فانا هضرب اهو ماينس 160 في 10% نفس القصه، هروح قايل ماينس 160 في 10%، وبعدين اللي بعده ماينس 40 في 30%، ماينس 40 في 30%، اللي بعده 40 في 40%، هروح قايل 40 في 40%، اللي بعده 40 في 20%، ثانية واحدة، 40 في 20%، تجمع يطلع كام؟ 23 ها بوينت 72. ده الكلام ده لما يكون السبلاي ايه 4. تعالى كده نأكد، دي 160 في 10% صح، 160 في 10% تطلع، لا في حاجة هنا مش صح، دي 160 شفت بقى، ثانية واحدة، ايوه كده تطلع 16 صح. تعالى كده نشوف 160 في ايه، في 10%. طب وهنا ثانية، علشان الراجل ده قلبها كلها نسب، دي 3 تطلع 12 مظبوط كده، وهنا 40 في 4 8، وبعدين هنا عندنا كام؟ 40، لا دي 80، احنا بنشتغل على سبلاي 4، يبقى عندنا هنا 80 و80، يبقى دي 80 ودي كمان ايه 80 صح، يطلع كام؟ 20. هي الارقام دي عيبها ان هي بتلخبط. تعال نجيب عند ايه؟ عند 6، لما يكون السبلاي ايه 6، بسرعه بقى والراحه كده مش عايزين نتلخبط. اول حاجه كده ادي ماينس 240 في 10% كويس، تاني ماينس 240 في 10% يطلع 24، اللي بعده ماينس 120 في 30%، اللي بعده صفر في 40%، اللي بعده 120 في 20%، بس تطلع ماينس 36. يبقى اذا هنا مين اعلاهم اكسبكتد فاليو؟ ادي 28، ادي 20، ادي 36. يبقى اذا اعلى اكسبكتد فاليو هي ايه؟ سبلاي 2. يبقى اذا سبلاي 2 هو الاعلى في الايه؟ في الاكسبكتد فاليو اللي هو ده، اتفقنا كده؟ طيب دي كده اسمها الاكسبكتد فاليو العاديه خالص، اللي هي الاكسبكتد فاليو هنا كام؟ اكسبكتد فاليو المفروض ان هي تطلع كام؟ 28 كويس. طيب والاكسبكتد فاليو بقى برضو بس المره دي مع الايه؟ مع البيرفكت انفورميشن. الاكسبكتد فاليو مع البيرفكت انفورميشن احنا جبناها في المساله اللي فاتت كانت 68 صح، يبقى حضرتك من غير بيرفكت انفورميشن مدي لك اكسبكتد فاليو 28، ولو معاك بيرفكت انفورميشن تطلع 68 زي ما جبناها في المساله اللي فاتت. يبقى الفاليو بتاعتها كام؟ هي الفرق ما بينهم 68.20، يعني حضرتك تقدر تدفع كام للراجل اللي هيدي لك الاكسبكتد فاليو؟ المفروض هنا 28 ها ناقص كام؟ 68 تطلع 40. اهو السؤال اهو بيقول لك عايز يعرف البرايس او السعر اللي الناس دي willing to pay for perfect information، المفروض يدفعوه في الايه؟ في البيرفكت انفورميشن. يبقى اجابه رقم بي 40. الموضوع بسيط جدا، بس اهم حاجه تركز وانت بتضرب النسب في الاحتمالات علشان ما تبوظش الدنيا. السؤال اللي بعده سؤال رقم 8، نشوف بيقول ايه. سؤال رقم 8 بيقول A company's managers، المديرين بتوع شركة معينة are attempting to value a piece of land، عايزين يقيموا قطعة أرض they own بتمتلكها الشركة. One potential occurrence is a، أول حاجة محتملة الحدوث is that the old road، طريق قديم، boarding the land بيحد او بيلف حوالين الارض، get paved، paved هنا يعني اترصف، يعني ده طريق قديم هيرصفوه، طبعا ده هيرفع من قيمة الارض. عندك possibility تانية، محتمل تاني، another possibility is that the road does not get paved، الطريق ده هيسوه زي ما هو مش هيرصفوه، هيسوه كويس، طبعا هيقلل من قيمة الارض.
A third outcome تالت محتمل يبقى is that the road may be destroyed، الطريق هيتدمر وتشال تماما and completely replaced، ويحل محله a new road، طريق جديد، واكيد ده هيرفع برضه ثمن الارض جامد. كويس، يبقى انت دلوقتي عندك كام احتمال؟ ان في طريق قديم حوالين الارض يا اما هيرصفوه يا اما هيسيبوه زي ما هو يا اما هينسفوه ويشيلوه تماما ويعملوا واحد جديد كبير احسن منه. طيب based on the following future state of nature، وطبقا للstate of nature الثلاثة دول اللي هو state of nature 1 state of nature 2 و 3 اللي هم ايه هم؟ current road get paved، ان الطريق هيترصف وده احتمال 50%. طيب والroad does not get paved او هيتساب زي ما هو باحتمال 40%، ولا الcurrent road destroyed and replaced ويحل محله طريق جديد ده احتمال ايه؟ 10%. ماشي، فبيقول لك طبعا طبقا للfuture state of nature اللي احنا قرأناهم دول وزير probabilities واحتمالاتهم اللي هم 50% 40% 10% and subsequent value of land، what is the expected value of the land، يا ترى عايز يعرف ال expected value of land كام. طب ما هي ال subsequent value يعني ال value بتاعت الارض التالية للايه ال state of nature دي، مديها لك تحت اهو وبيقول لك ادي ال estimated land value under each possible future state of nature. under state of nature 1 اللي هي الاولانيه دي هتكون 200,000 بس ده احتمال 50%، و under state of nature 2 هتبقى 100,000 بس ده احتمال 40%، و under state of nature 3 550 بس ده احتمال كام؟ 10%. السؤال هنا بقى عايز يعرف what is the expected value of land. طب ما الموضوع سهل قوي ده، بكل بساطه كده هروح قايل اهو ادي القصه بتاعتنا هنا، هنيجي الاول اهو نشوف الستيت اوف ناتشر بتاعتنا هنكتبها ازاي، هنروح قايلين 1 2 3 ادي فين ستيت اوف ناتشر 1 صح، وادي 2 وادي 3 اهي. اول واحد قيمه الارض هتبقى كام؟ 200,000، والتاني هتبقى 100,000، واللي بعده هتبقى 550,000. كلام جميل. تعال نشوف نسبة احتمال حدوث كل واحد فيهم كام. ده 50%، هنا 40%، هنا كام؟ 10%. نضرب ونجمع نطلع الـ expected value على طول. هنا 50% في 200,000 ب 100,000 وهكذا، تجمعهم وتجمع الناتج ده كله يطلع كام؟ 195,000. يبقى اذا الاكسبكتد فاليو بتاعت الارض هتطلع كام؟ 195,000، اجابه رقم بي. سؤال سهل ومباشر جدا ما فيهوش اي لعب. نروح للسؤال اللي بعده، سؤال رقم 9 بيقول ايه؟ under favorable weather condition، في ظروف الجو الجميله اللي الدنيا فيها حلوه وما فيهاش مشاكل، يعني favorable condition ظروف مناسبة. The management of a farm، الإدارة بتاعت مزرعة من المزارع، expect بتتوقع its raspberry crop هنا اللي هو المحصول، محصول الروزبيري بتاعه، to have a كام؟ 120,000 market value. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني لما يكون الجو حلو المحصول الروزبيري بتاعهم هيبقى ب 120,000 في السوق. طيب an unprotected crop، unprotected يعني غير محمي، يعني المحصول اللي ما تعملوش حماية، subject to frost، هي ايه؟ هيتعرض للجليد والجليد هيتساقط عليه، هذا انا اكسبكتد ماركت فاليو بكام؟ ب 80,000. حلو، يعني دلوقتي لو الجو كويس هتبيع ب 120، اما لو نزل فروست جليد نزل من السماء وحضرتك مش بتبروتكت المحصول بتاعك هتبقى قيمته 80,000. if the farm protects the raspberries، لو الفارم عملت الايه الحمايه ديت against frost ضد الجليد، في الحاله دي the market value of the crop، القيمه السوقيه للمحصول is still expected to كام؟ 120,000 under frost free condition. frost free condition يعني احنا في ظروف ما فيهاش جليد، frost free، فاذا هتفضل 120,000 زي ما هي اهي قبل كده لما ما كانش فيه جليد. طيب and 180,000 if frost occurs، اما لو حدث جليد هيبقى بكام؟ ب 180,000. انت مستغرب ان هو رفع قوي لما الجليد يحصل؟ ايوه، لان انت عامل له حمايه، ما هنا بيقول لك ان انت هتعمل ايه؟ بروتكت ايه؟ ذا روزبيريز اجينست فروست، هتحميه ضد الجليد، فلما الجليد يكون بيتساقط المزارع كلها المحصول بتاعها يتلف، انما المحصول بتاعك هيكون جيد فهتلاقي قيمته مرتفعه جدا بس بشرط تعمل له حمايه. ماشي. What must be the probability of frost for the farm؟ ما هي احتمالية سقوط الجليد للمزرعة؟ To be indifferent،
to spending 20,000 for the tent to provide frost. التنت هنا اللي هي الخيمة، عارف الخيمة أو الصوبة اللي بيعملوها فوق المحصول علشان ما ينزلش عليه الجليد والمطر، هي اللي اسمها الإيه؟ التنت. والشركة هتعملها بكام؟ ب 20,000. في هنا كلمة مهمة قوي هتخليك تفهم السؤال، لو ما فهمتش الكلمة دي أنت ما فهمتش السؤال خالص. الكلمة دي اسمها كلمة indifferent. كلمة indifferent يعني غير مبالي، مش فارقة معاه. يعني ايه مش فارق معاه؟ يعني سقوط جليد غير سقوط جليد الاحتمالين زي بعض. فعشان كده بيقول لك اهو what must be the probability، ما هو احتمال سقوط الجليد اللي عنده الشركه تكون مش فارقه معاها ان هي تصرف ال 20,000 ولا ما تصرفهمش. انت عارف ده معناه ايه؟ معناه ان لازم حضرتك تحل بتكنيك معين. ايه هو؟ انك تشوف الكونديشن قبل سقوط الجليد بدون حماية، وبعدين الكونتيشن مع سقوط الجليد بالحماية، وتساوي الاتنين ببعض. لان انا عايز هنا ابقى ايه؟ ابقى indifferent. indifferent يعني غير مبالي بالفرق، او مش فارق معايا النتيجة في سقوط جليد او مفيش سقوط جليد عند الاحتمال ده، لانه هيبقى احتمال مثلا قليل وهكذا. اتفقنا؟ هنلعبها ازاي اللعبة دي؟ مبدئيا كده هو عايز الاحتمال. تعالى كده نشوف هنعملها ازاي. مبدئيا كده هفترض ان البروبابيليتي اللي هو بيدور عليه دوت هيكون احتماله كام؟ اهو وات ماست بي ذا بايه؟ ها ذا بروبابيليتي. عايز يعرف الاحتمال ده هيكون نسبته كام. فالبروبابيلتي ده انا هعتبره دلوقتي حاجه اسمها ايه؟ اكس. وهبدا اشوف اول حاجه كده احتماليه حدوث ان الجليد يتساقط وانا مش عامل حمايه هي 80,000، صح؟ فهروح انا دلوقتي قايل اكس اهي في 80,000. اتفقنا؟ كويس. وبعدين وهاجي بقى بعد كده اشوف لو الجليد ما تساقطش هكون انا صارف كام، او لو الجليد ما تساقطش هيبقى كام؟ هيبقى 120,000. فهو ببساطه بيقول لك لو الجليد نزل احتمال حدوث الجليد يبقى كام؟ 80,000. ما نزلش يبقى كام؟ 120. حلو قوي. يبقى انا هنا قلت اول احتمال عندي اهو ان الجليد ينزل هيبقى 80,000. طيب زائد ايه؟ زائد انك لازم تاخد معاك كمان احتمال ان الجليد ما ينزلش. طب احتمال ان الجليد ما ينزلش هو متمم نسبة احتمال ان الجليد ينزل، فديت كده لو اكس فالمفروض دي تكون 1 ناقص اكس، صح؟ كويس. فهنا كده 1 ناقص اكس في الحالة دي هكسب كام؟ هكسب 120,000. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ يبقى اذا يا اما الجليد ينزل هيبقى 80,000، يا اما الجليد ما ينزلش واكسب كام؟ 120,000. الكلام ده بدون حماية. طيب الكلام ده بقى انا هاجي ايه اسويه بايه؟ حاجه اسويه بقى بالحمايه اللي انا هعملها. مبدئيا كده انا هصرف في الحمايه كام؟ هصرف في البروتكشن 20,000. كويس. لو انا صرفت في الحمايه 20,000 والجليد نزل ايه اللي هيحصل؟ اهو لو انا صرفت في الحمايه 20,000 والجليد نزل فين فين؟ هيبقى محصولي بكام؟ ب 180,000. بس خلي بالك هنا هيبقى مجرد حضرتك بتقول 180,000 ناقص كام؟ ناقص ال 20، لان مكسبك في الحاله دي هيبقى 160 لان انت صارف 20. فاذا لو الجليد تساقط هنا فده احتمال اكس، وانا عندي حمايه يبقى هكسب كام؟ 160,000. زائد لو الجليد ما تساقطش وانا عامل حمايه يبقى في الحاله ديت فين؟ اهي راحت فين؟ ادي 180,000 للجليد ما تساقطش، هتبقى برضه 120,000. الجليد لم يتساقط، وده احتمال اسمه 1 ناقص اكس. 1 ناقص اكس ان الجليد ما يتساقطش، ففي الحاله ديت انا هكسب كام؟ هكسب 120,000، صح؟ بس في حاجه، انا هكون في الحاله دي صارف كام؟ صارف 20,000 لان عامل حمايه، ففي الحاله دي هكسب كام؟ هكسب 100,000. ركز كده معايا. indifferent يعني غير مبالي، يعني الطرف ده يساوي الطرف ده. عامل حماية زي ايه؟ مش عامل حماية. تعالى كده نقول ان انت هنا كده عامل protection، عامل حماية، وهنا عامل ايه؟ بدون حماية اهو no protection. واضحة؟ حلو. يبقى الاثنين دول عامل فيهم حماية، الاثنين دول مش عامل فيهم ايه؟ حماية. تعالى بقى نشوف كل القصة دي علشان نطلع اكس بكام. المفروض بقى حضرتك دلوقتي هتبدا تشتغل بالطرق الجبر الرياضيه العاديه جدا، وخلاص طالما انت عملت ايه المعادله دي وتطلع لي قيمه اكس. تعالى كده نقول اهو ادي اكس ب 80 اهي، وبعدين ابدا فك لي بقى دي. فلما تيجي تفك دي هتقول ايه؟ هتقول 120,000 في 1، وبعدين 120,000 في ايه؟ في ماينس اكس. فتقوم قايل 120 في 1 تطلع كام؟ ها؟ 120,000. وبعدين تقول 120,000 هنا ومعاك كام ناقص؟ عشان اكس هنا واخده ماينس اهي، ماينس 120 اكس.
طيب يبقى انا كده هقول 120، وبعدين هقول قايل ايه، ادي عندك اكس ماينس 120. حلو، تعالى بقى نفك الجزء التاني بتاع اليساوي. كل ده بي ايه بيساوي الناحية التانية اهي، ادي اكس 160 ألف، وبعدين فك لي الايه ال دي، اضرب 1 في 100 ألف تطلع كام؟ تطلع 100 ألف، وبعدين اضرب ماينس اكس في 100 ألف تطلع كام؟ تطلع اهي اكس اهي ماينس كام؟ 100 ألف. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ بس ابدأ بقى ايه، خد الاكس مع الاكس، وخد ال 120 مع ال 100، وبرضه الاكس مع الاكس، وشوف هتصفي كام. هتلاقي في الاخر خالص ان حضرتك كده هتاخد ال 100 الاكس هنا مع الاكس هنا، ادي اكس 80 وادي اكس ماينس 120، يبقى معاك في الاخر كام؟ اكس 40، صح كده؟ يبقى هنا المفروض هيبقى فيه اكس 40، وهنا هتاخد اكس 160 مع اكس 100، فتطلع في الاخر كام؟ اكس 60 اهو. كل الكلام ده كلام جبر ورياضه بتاع زمان، ملوش علاقه بالسي ام اي ولا المحاسبه اصلا. طيب وبعد كده عندك هنا في هنا 100 ألف، ال 100 ألف ديت حضرتك هتاخدها هنا مع ال 120 ألف، ترجعها ورا هنا باشاره مختلفه، فيطلع الفرق ما بينهم كام؟ 20، صح؟ معاك هنا ايه؟ 20 اهي. كويس، تطلع لي دي المفروض، خلي بالك دي المفروض ماينس 100 ماينس 40 اكس، المفروض دي ماينس، تطلع الماينس 40 اكس بره مع 60 اكس، يبقى في الاخر كده هتقول عندك 20 ألف. ال 20 ألف دي بتساوي كام؟ 40 و60، يبقى كام؟ اكس 100، صح؟ اكس 100 ألف. بس يعني في الاخر هتقول لي اكس بتساوي كام؟ اكس بتساوي 20 على 100 ألف، يطلع احتمال كام؟ 20%. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ هي الموضوع سهل، ما فيهوش اي مشكلة خالص، بس بمجرد ان حضرتك تعمل ايه؟ تصيغ المعادلة دي الاول. indifferent يعني اهو بيقول لك to be indifferent، يبقى مش فارق معاه هتعمل حماية ولا ما تعملش. ايه هو نسبة الاحتمال ده اللي عنده الشركة تبقى مش فارق معاه تعمل حماية او ما تعملش؟ يبقى حضرتك تساوي ما قبل الحماية او بحماية وبدون حماية. بس في فرق هنا، خلي بالك انا عكست، معلش، هنا كانت المفروض دي تبقى هي النو بروتكشن، اما دي كانت هي تبقى الايه، ويز بروتكشن. مش تقولوا يا جماعة ليه هنا ويز بروتكشن هنا؟ لان انا صرفت 20 ألف اللي هي دي وطرحتها من الرقمين دول، فبدل ما كنت هكسب 180، لا ده انا المفروض هكسب ايه؟ هكسب 180 مطروح منها ال 20 ألف ديت اللي هي ثمن الخيمه بتاعت الحمايه، ونفس القصه هنا. يبقى هنا نو بروتكشن وهنا ويز ايه؟ بروتكشن. تطلع الاحتمال كام؟ 20%، اللي هي اجابه رقم بي. بص كده رقم بي، شايف العلامه العشريه الصغيره اللي مش باينه دي؟ ده معناها 2 من 10، اللي هي كام؟ 20%. نروح للسؤال اللي بعده، سؤال رقم 10، شوف بيتكلم عن ايه. السؤال رقم 10 بيقول during the past few years، في الكام سنه اللي فاتوا، a company has experienced the following average number of power outage. outage اللي هو انقطاع الكهرباء، كويس؟ فهنا عايز يقول لك ايه مرات انقطاع الكهرباء. number per month، number of month، ان هي ما تقطعش خالص ده حصل في 3 شهور، وان هي تقطع مره ده حصل في شهرين، وان هي تقطع مرتين ده حصل في 4 شهور في الشهر، وان هي تقطع 3 مرات في الشهر ده حصل في كام؟ في 3 شهور. طيب ادي توتال طبعا شهور السنه 12 اهي. بيقول لك each power outage، كل مره انقطاع كهرباء، result in ايه؟ ها out of pocket cost 800 دولار، حضرتك بتخسر فلوس 800 دولار. ولكن فور 1000 دولار بير مانث، لو صرفت 1000 دولار في المانث هتقدر، ذا كامباني كان ليز، الشركه ممكن تأجر ايه؟ جنريتور، مولد كهرباء، تو بروفايد باور ديورنج اوتجز، علشان يدينا كهرباء في حاله انقطاع الكهرباء. If the company lease a generator، لو الشركة أجرت المولد ده in the coming year، في السنة اللي جاية، عايز يعرف the estimated saving أو additional expense، يا ترى الموضوع هيبقى موفر ولا في مصاريف أكتر، وبكام for the year. تعالى كده ببساطة شديدة نشوف هنعملها إزاي. أول حاجة كده حضرتك، إن احتمال إن الكهرباء أو عدد مرات إن الكهرباء ما تقطعش خالص ده 3 شهور في السنة. طيب ده احتماله كام؟ 3 شهور على 12 شهر، صح؟
مش كده ولا ايه؟ انتوا فاهمين القصه دي هتبقى ازاي؟ ركز معايا، مش المفروض هنا ان انا بقول لك ان القصه دي بتحصل خلال 3 شهور من ال 12 شهر، يعني باحتمال 3 على 12 يعني 25%، واحتمال ان الكهرباء تقطع مره واحده ده خلال مرتين في الشهر، يبقى هقول ايه؟ 2 على 12 تطلع كام في المية؟ 2 على 12 تطلع حوالي 17%. كويس. طيب احتمال ان الكهرباء تقطع كام مرتين؟ ده بيحصل في 4 شهور، يبقى المفروض ممكن اقول ايه؟ 4 على 12، صح؟ اربعة على 12 ده احتمال 33%. واحتمال ان الكهرباء هنا تقطع 3 مرات، دي بيحصل في كل 3 شهور، يبقى هقول هنا ايه؟ 3 على 12، 3 على 12 بس. شايف مجموع الاحتمالات كام؟ واحد اهو. لو انت جيت كده شفت مجموع الاحتمالات عشان كان شغلك صح، يطلع ايه؟ 100%. يلا بينا نضرب بقى ونشوف الكهرباء هتقطع كده كام مره. هنقول 0 في 25% بصفر، ونجرب كده نشد المعادله بتاعتنا ونجمع، هتلاقي ان الكهرباء كده متوقع ان هي تقطع ايه؟ 1.5 مره. طب 1.5 مرة دول خسائر المرة الواحدة كام؟ $800. بكام؟ ب 1266 في الشهر. طيب أنا النهاردة هخسر 1266، طب ما انا لو جبت الجنريتور ما انا هجيبه بكام؟ ب 1000. يبقى في الحاله ديت انا في الحاله دي هبقى موفر كام؟ ها 266. 266 ديت في ال 12 شهر، يبقى انا كده عامل توفير بكام؟ ب 3200. خلي بالك اهو، لو انت كده جربت تشوف ان انت هتوفر 1266 وبعدين تصرف 1000، فانت كده صرفت 1000، ال 1000 اللي هتصرفها دي هتعفيك من خساره كام؟ 266، يبقى انت وفرت فلوس كام؟ في 12 شهر يبقى 3200. فين 3200؟ اهي اجابه رقم سي. الموضوع بديهي بس ما فيهوش مشكله، هي الفكره بس كلها ان حركه ترتيب نسب الاحتمالات ديت بتجيبها ازاي؟ ان السنه فيها 12 شهر ودي عدد الايه؟ الشهور. يبقى الاجابه الصحيحه اجابه رقم سي 3200. نروح للسؤال اللي بعده نشوف بيقول ايه. The College Honor Society ده اسمها ملناش دعوة بيه، مالها بقى؟ سيل بتبيع هوت بيرتلز، بيرتلز ديت اللي هي المعجنات الساخنة، at ايه؟ at the home football game، لما بيكون في football game. The Bertles are sold بتتباع بكام؟ ب $1 each، الواحدة بتتباع بكام؟ $1. And the cost per Bertles الواحدة، الواحدة البرز الواحدة تكلفتها 30 سنت، يبقى أنت بتباعها ب $1 واقف عليك بكام؟ بتكلفة 30 سنت. طيب any unsold Bertles لو حد لو واحدة فيهم ما اتباعتش are discarded، هتترمي. ليه يا عم هتترمي؟ قال لك because they will be still، still يعني بقت قديمة أو بايتة خلاص، before the next home game، لحد ما يجي ميعاد الإيه؟ النكست هوم جيم. وبالتالي حضرتك كده هتشتري الواحدة ب 30 سنت، هتبيعها ب $1، ما بعتهاش هتترمي وتخسر ال 30 سنت. كويس. تعالى بينا بقى نشوف the frequency، التكرار بتاع الديستريبيوشن، التوزيع of the demand for Bertles per game is presented. بص بقى، يونت سيلز فوليوم، احتمال انك تبيع 2000 ده احتمال 10%، واحتمال انك تبيع 3000 ده احتمال 15%، وانك تبيع 4000 ده احتمال 20%، و5000 ده احتمال 35%، و6000 ده احتمال ايه؟ 20%. فين السؤال بقى؟ The estimated demand for Bertles at the next home football game using expected value. يا ترى الديماند هيكون كام باستخدام الاكسبكتد فاليو؟ موضوع بسيط قوي، كل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنروح كاتبين كده الفاليو بتاعتهم، 2000 في احتمال في 10% و3000 في 15 وهكذا. تعال نشوف اهو، ادي 2000 واللي بعده 4000 واللي بعده 5000 واللي بعده كام؟ 6000. تعال بقى نكتب الاحتمالات بتاعتنا، ادي 10% 15% 20% 35% 20 10. احنا نسينا واحدة، في واحدة بكام؟ ها ب 3000. كويس، 10% 15% ال 4000 احتمالها 20%، ال 5000 احتمالها 35%، ال 6000 احتمالها كام؟ 20%. كل هتأكد ان دول مجموعهم واحد، تمام كده؟ نبدأ بقى نضرب اهو، 2000 في احتمالها
شد المعادلة بتاعتنا نجيب ليهم توتال بس، يبقى كده الاكسبكتد فاليو بتاعتنا كام؟ 4400. فين بقى هنا 4400؟ اهي اجابة رقم بي. تالي موضوع سهل وبسيط ما فيهوش مشكلة. السؤال اللي بعده نفس الجيفن برضه نفس الفاكت باترن ده اهي، بيقول لك هنا ايه؟ ذا استيميتد ديماند فور بيرتزل at the next home football game ولكن using حاجة اسمها ايه؟ deterministic approach. ايه بقى الديترمينستيك ابروتش اللي احنا ما درسناهوش ده؟ بص كان في حته صغيره كده في الكتاب كان بيقول لك ان الاكسبكتد فاليو حاجه عكس الديترمينستيك ابروتش. الديترمينستيك ابروتش هي الايه؟ الاسلوب الحتمي اللي هو ان انت هتحدد حاجه محدده بعينها. كويس. بيزد اون طريقه اسمها ايه؟ موست لايكلي. موست لايكلي يعني المرجح. دي طريقه بلدي من الاخر اللي هو الديترمينستيك ابروتش والموست لايكلي والكلام ده، مش معتمد على اي كالكوليشن. الفكره كلها ان حضرتك بتنقي الاحتمال صاحب اعلى نسبه. مين هنا اعلى نسبه احتمال؟ ال 35% ده. فطبقا لطريقه الموست لايكلي اللي هو من المرجح ان ده اعلاهم احتمال، يبقى تختار اعلاهم احتمال طبقا للديترمينستيك ابروتش. يبقى هنا هتختار ايه هو؟ هتختار ان الاجابه هتكون 5000. ليه اخترت اجابه 5000؟ علشان دي اعلى احتمال. طب ليه ما خدتش الاحتمالات كلها ضربتها في نسبتها؟ قال لك اصل استعمل الايه؟ ديترمينستيك ابروتش، ما استعملش الايه؟ الاكسبكتد فاليو بطريقه الموست لايكلي اللي هو المرجح ان، والطريقه دي بتقول لك خد الاحتمال صاحب اكبر نسبه حدوث اللي هو كام؟ 5000. يبقى اذا الاجابه رقم سي اهي. السؤال اللي بعده نفس الجيفنز بتاعتنا برضو، هي ما فيهاش تغيير. عايز ايه المره دي؟ The conditional profit، الربح بتاعك هنا per game of having 4000 birthdays available but only selling 3000. طب دي سهلة قوي. بيقول لك لو حضرتك having 4000 بس للأسف بعت 3000. طيب هو مش قايل لك الواحدة هتشتريها ب 30 سنت وتقف عليك بكام؟ وهتقف عليك ب 30 سنت وهتبيعها ب 1 دولار، يبقى أنت هتبيع كام؟ هتبيع 3000 في كام؟ في 1 دولار، بس الكوست بتاعتك هتبقى 30 سنت في كام؟ في 4000. تعالى كده نشوف الفرق بينهم هيبقى إزاي. أول حاجة كده السيلز أهي. السيلز إن حضرتك هتبيع 3000 صح؟ في 1 دولار. اما الكوست اوف جود سولد بتاعتك هتكون عباره عن ايه؟ انت جبت 4000 في 30 سنت 1200. يبقى اذا البروفيت بتاعك هيبقى 3000 ناقص 2200 يطلع كام؟ 1800. فين 1800؟ اهي اجابه رقم ايه. شفت سهله ازاي؟ السؤال اللي بعده نفس الجيفن برضو، هي بيقول لك ايه المره دي؟ ذا كونديشنال بروفيت، الربح بتاعك بير جيم اوف هافينج 4000 لما تكون اشتريت 4000 افيلبل اند سيلينج اول ال 4000. طب ما هي نفس اللي فاتت. تعالى كده نشوف اهو، هتبيع كام؟ هتبيع 4000 في 1 دولار، واشتريت ال 4000 ب 30 سنت يبقى 1200. حلو. يبقى اذا الربح بتاعك 4000 ناقص 1200 يطلع 2800. فين 2800؟ اهي اجابه رقم سي. برضو موضوع سهل بسيط ما فيهوش اي مشكله. نروح للسؤال اللي بعده، سؤال رقم 15. سؤال 15 بيقول ايه؟ A company is in the process of preparing its budget. شركه في مرحله ان هي تعمل budget. As a part of the process، وجزء من البروسيس ديت، the company has prepared a sales estimate، عملت استيميت او تقدير للمبيعات and estimated the probability associated with each sales estimate، وراحت جايه على كل سيلز استيميت من دول وعامله له البروبابيلتي الاسوشيتد بيه او الاحتمال المرتبط بيه. ماشي. Which one of the following techniques، ايه من التكنيك اللي جايه دي، should be used by the company، لازم تستخدمه الشركه to determine sales for budgeted process. طيب طالما انا اديتك كذا سيلز استيميتس وحطيت لكل واحد فيهم probability، فالمفروض اضرب probability في الاستيميت واجمع. فالقصه دي اسمها قصه الايه؟ الاكسبكتد فاليو. يبقى لازم اختار اجابه رقم سي كام؟ اكسبكتد فاليو. شوف سهله ازاي. سؤال رقم 16، ذا اكسبكتد فاليو اوف ان ايفنت، ايه هي الاكسبكتد فاليو بتاعت اي ايفنت يا جماعه؟ هي عباره عن ايه؟ ان حضرتك بتاخد الفاليو بتاعت الايفنت وتضربها في الايه؟ في نسبه الحدوث بتاعته او نسبه الاحتمال الحدوث بتاعته. طيب يبقى اذا الاكسبكتد مونيتري فاليو اوف ان ايفنت، هل هي از ايكوال تو ذا كونديشنال فاليو اوف اور بروفيت اوف ذا ايفنت؟ يعني هل هي مرتبطه بالفاليو او البروفيت؟ لا. از ايكوال تو ذا باي اوف، عارفين البي اوف؟ قلنا قبل كده البي اوف تيبل ده اللي هو التيبل اللي بنضرب فيه الاوت كامز في البروبابيلتي ونجمعهم. ايكوال ذا بي اوف اوف ذا ايفنت تايمز مضروبه في الايه؟ في البروبابيلتي
ذا ايفنت ويل اوكر. ايوه هي دي، ان انا اخد البي اوف بتاع الايفنت، يعني هيطلع منه كام او هيصرف كام، واضربها في نسبه حدوثه. يبقى اذا الاجابه الصحيحه هنا هي اجابه رقم بي. طب وسي؟ قال لك سي ده البروفيت فور جام باي نوت تشوزنج ذا بيست الترناتيف. لا ده تعريف الاوبورتيونيتي كوست. طيب اذا ابسولوت بروفيت فروم ا بارتيكولار ايفنت هو الربح المطلق لايفنت واحد، طب ما ضربتوش في احتماليه حدوثه ليه؟ لا يبقى اذا الاجابه الصحيحه هي اجابه رقم بي، ان حضرتك بتاخد البي اوف بتاع اي ايفنت تايمز، تايمز هنا يعني مضروب فيه الايه البروبابيلتي او الاحتمال بتاعه. يبقى الاجابه الصحيحه اجابه رقم بي. سؤال رقم 17. في سؤال رقم 17 بيقول ايه؟ اكسبكتد فاليو ان ديسيجن ميكنج اناليسيز. عايز ايه بقى؟ قال لك از الستاندرد ديفيشن الانحراف المعياري يوزنج بروبابيلتي از ويت؟ لا ملهاش علاقه بالستاندرد ديفيشن اصلا. طيب ان اريثماتيك مين اللي هو المتوسط الحسابي. طب وهتجيب المتوسط الحسابي ده ازاي؟ هتجيب الافريج ده ازاي؟ قال لك باستخدام الايه البروبابيلتي از ويت. انا شاكك في دي بنسبه كبيره. تعال نشوف الباقي. سكوير روت الجذر التربيعي ما تكملش قرايه اصلا. A measure of difference between الفرق ما بين best possible outcome افضل ناتج and the outcome of the original decision. طب وفين احتمالاتهم في بعض؟ ها ما يعني ليه خدت ده ال possible outcome وقارنته بال original decision بالقرار الاصلي اللي انت كنت هتاخده بدون ما تدخل الاحتمالات في النص؟ الوحيده اللي دخلت الاحتمالات في النص هي رقم بي. ليه بقى؟ قالت لك ده عباره عن arithmetic mean، هو متوسط حسابي بسيط حضرتك بتعمله، وانك بتجيب متوسط للارقام بتاعتهم باستخدام احتمالاتهم. تعالى كده جرب اي حاجه عملناها. شايف مثلا دول دي طلعت كام؟ 4400 صح؟ 4400 دي متوسط ما بين دول كلهم. طب جبت المتوسط ده باستخدام ايه؟ ثقل كل واحد منهم، وثقل او تقل كل واحد فيهم بيجي من خلال ايه؟ احتماليه حدوثه، صح؟ يبقى اذا الاجابه الصح هنا هو الارثماتيك مين او المتوسط الرياضي او المتوسط المنطقي يوزنج الايه؟ ها؟ probability as a weight، باستخدام البروبابيلتي كحاجه وزن بتدي ليها ايه؟ متوسط. يبقى اجابه رقم بي هي الاجابه الصحيحه. سؤال رقم 18 بيقول لك هنا the following table، الكلام اللي جاي في التيبل ده contains بيحتوي على the profit outcomes الربحية بتاعت النواتج اللي جاية ديت for each state of nature and decision combination for a firm. تعال نشوف. ادي عندك state of nature 1 state of nature 2 state of nature 3 وادي decision 1 وdecision 2 وdecision 3 وادي probability بتاعته. من منظر السؤال كده هتضرب كل decision من دول ها في احتمالية حدوثه، كل state of nature من دول تضرب في ايه احتمالية حدوثها، وهكذا. والاحتمالات عندك تحت اهي. The expected value of perfect information for this firm is in this case. ايه بقى القصة بتاعت ال expected value of perfect information؟ خلي بالك انا عايز اقول لك كلمة مهمة قوي، كلمة ايه؟ ها the expected value of، كلمة of دي تودي في داهية. ليه؟ expected value of perfect information، فهو عايز يشوف ال perfect information تمنها كام، وده معناه انك تجيب ال expected value with perfect information وال expected value without perfect information وتطرحهم من بعض. اما لو قال لك انا عايز الاكسبكتد فاليو ويز بيرفكت انفورميشن، فمجرد انك هتحسب الاكسبكتد فاليو بيرفكت انفورميشن مره واحده، فده يبقى اذا الكيس اللي قدامنا هنا بيقول لك اوف بيرفكت انفورميشن، فده معناه ان انا هحسب الاكسبكتد فاليو ليهم كلهم واختار احسن بديل، وبعدين احسب الاكسبكتد فاليو ويز بيرفكت انفورميشن واقارن الاثنين ببعض. تعال نشوف نعملها ازاي. اول حاجه كده عندك ديسيجن 1 اهو، ديسيجن 1 وادي ديسيجن 2 وادي decision 3. طيب تعالى بينا على كل واحد من دول نبدا نشوف هنحسب الاكسبكتد فاليو ازاي. المفروض بقى ان انا هاجي كده على decision 1 واضرب 24 في 10% وبعدين 14 في 50% وبعدين ماينس 6 في 40% وهكذا. تعالى بينا نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. اول حاجه عندك اهو هتبدا تقول 24 في احتماليه حدوثها 10%، وبعدين هتيجي بعد كده في ديسيجن 1 وتقول 14 في 50%، 14 في 50% تطلع 7. وبعد كده اللي بعده تيجي تقول كام؟ ها ماينس 6 في احتمالية حدوثها 40%، اهي واخد بالك ادي الماينس 6 اهي وادي احتمالية حدوثها 40%، تطلع كام؟ ماينس 2 و4. تيجي تجمع كده التوتال بتاعهم كام؟ يطلع 7. حلو، تعال نجيب state of nature 2 نفس الفكرة بقى. يلا هقول كام؟ 20 في احتمالية حدوثها 10% تطلع 2، وبعدين 10 في احتمالية حدوثها كام؟ 50% تطلع 5. بعد كده هقول 5
في احتمالية حدوث الخمسة كام؟ 40%، تطلع 2. تجمع الكلام الجميل ده كله مع بعضه يطلع كام؟ 9. يلا expected value decision 3 هتقول كام؟ اهي minus 20 في 10%، واللي بعده هتقول ادي 8 في 50%، تطلع 4. وبعد كده هتقول ادي عندك كام؟ 15 في 40%، وتجمع الكلام الجميل ده كله يطلع كام؟ 8. يا ترى بقى مين هنا اعلى قيمة؟ اعلى قيمة هو ايه؟ decision 2، صح كده؟ وبالتالي الاكسبكتد فاليو بتاعتنا هتكون كام؟ 9. يبقى هاجي كده اقول لك اهو الاكسبكتد فاليو بتاعتي هتكون كام؟ 9. يلا بينا بقى نحسب الاكسبكتد فاليو مع ايه؟ بيرفكت انفورميشن. هاجي كده اقول لك بقى احسب الاكسبكتد فاليو بس مع ايه؟ ها اكسبكتد فاليو مع بيرفكت انفورميشن. تعال نشوف هنحسبها ازاي. اول حاجه كده بيقول لك في القصه بتاعت البيرفكت انفورميشن حضرتك بتعدي على كل ستيت اوف نيتشر فيهم وتنقي احسن حاجه منها. فانا هنا احسن حاجه عندي 24، دي اعلى رقم، يبقى في احتمال 10%. واعلى رقم هنا وكاني متاكد منه هتبقى 14 في 50%. واعلى رقم هنا 15 في كام؟ في 40%. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ وكانك متاكد من الارقام بالظبط. فاول حاجه كده حاجه اقول لك هاخد اعلى حاجه في اول ستيت اوف نيتشر 24، صح؟ واضربها في احتمالها اللي هي كام؟ 10%. وهنقي اللي بعدها هنا في ستيت اوف نيتشر 2 اعلى حاجه 14، هضربها في كام؟ في 50%. وبعدين هنقي اعلى حاجه هنا وكاني متاكد من المعلومات 15، بس دي احتمالها كام؟ 40%. وكل اللي هعمله ان انا هضرب بقى الارقام ديت كده في نسب احتمالاتها اهو، واجمع يطلع الاكسبكتد فاليو مع بيرفكت انفورميشن كام؟ ها 15.40. حلو جدا. هو هنا بقى بيقول لك ايه؟ عايز يعرف الفاليو اوف بيرفكت انفورميشن، قيمه المعلومات دي كام؟ انا من غير المعلومات كنت مطلع 9، بالمعلومات الجيده طلعت كام؟ 15.4. يبقى اذا الفاليو هنا بقى بتاعه الايه؟ ها البيرفكت انفورميشن هتبقى عباره عن ايه؟ الفرق ما بينهم 15.40 ناقص كام؟ 9. يبقى الفاليو بتاعت البيرفكت انفورميشن 6.40. جبتها منين ال 6.40؟ ببساطه الاكسبكتد فاليو من غير بيرفكت انفورميشن والاكسبكتد فاليو ويز بيرفكت انفورميشن، يبقى الفرق ما بينهم كام؟ اهو 15.4 ناقص 9 يدي لك 6.4. راحت فين؟ اهي اجابه رقم اي. تهيألي واضحه بسيطه ما فيهاش اي مشكله. نروح للسؤال اللي بعده، سؤال رقم 19. بيقول ايه بقى؟ average stand، ده السؤال ده عدى علينا من شويه بس غالبا طالب مطلوب تاني. average stand اللي هو الستاند اللي بيبيع وجبات كان سيل ايزر سوفت درينك او كافي اون اني جيفن داي، فاكرينه؟ السؤال ده عدى علينا في اول محاضره. if the stand sell soft drink، لو باع سوفت درينك والويزر كان هوت هيكسب 2500، لو الويزر كان كولد وهو بيبيع سوفت درينك هيكسب كام؟ 1000 بس. if the stand sell كافي، لو باع قهوه والويزر هوت هيكسب 1900. if the weather is cold، ولو كان الطقس بارد في الحالة ديت البروفيت هيكون كام؟ 2000. طيب the probability of cold weather، احتمال ان الجو يكون بارد في on a given day في يوم من الايام هي كام؟ 60%. خلي بالك لما قال لك ان الكولد ويزر احتماله 60%، يبقى اذا الهوت ويزر احتماله المتمم يبقى 40%. عايز يعرف الاكسبكتد بي اوف فور سيلينج ا كافي، لو حضرتك هتبيع ايه كافي. تعالى كده نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه كده انا هفترض ان انا عندي يا اما الجو هوت يا اما الجو ايه؟ ها كولد، صح؟ طيب هو هنا بيقول لك ان الويزر يبقى كولد ده احتمال كام؟ 60%، يعني اذا الاحتمال هنا 60%، يبقى اكيد هنا الاحتمال كام؟ 40%. حلو. لو انا بقى هبيع كافي، لو الجو هوت هتبيع كافي بكام؟ اهو بيقول لك في الاول اهو لو حضرتك هتبيع كافي والويزر هوت يبقى هتكسب كام؟ 1900. يبقى انا هنا هكسب كام؟ 1900. طيب لو هبيع كافي والجو كولد هكسب كام؟ هكسب 2000. اروح هنا حاطط كام؟ ها 2000. بس خلصت المساله. تضرب بقى نسبه كل واحد في احتماليه حدوثه، صح كده؟ وتجمع الناتج وتشوف الناتج هيطلع كام. اهو طالع كام؟ 1960. اهي اجابه رقم دي. موضوع سهل وبسيط ما فيهوش اي مشكله. السؤال اللي بعده سؤال رقم 20، نشوف بيقول ايه.
السؤال رقم 20 بيقول average stand can sell either a drink, a soft drink أو coffee. طب ما هو نفس السؤال ونفس الفاكت باتر. كويس، عايز ايه بقى؟ the expected payoff if the vendor has a perfect information. لو انت بقى عندك perfect information هتعمل ايه؟ بص ركز معي، تعالى كده نعيد الايه الحسبة دي. ادي الكافي اهو وادي الايه السوفت درينك. بص لو انا عارف ان الجو هوت هعمل ايه؟ هروح ابيع سوفت درينك صح؟ فهكسب كام؟ هكسب 2500 صح؟ طيب لو انا عارف ان الجو كولد هعمل ايه؟ هروح ابيع كافي، فاما ابيع كافي اكسب كام؟ اكسب 1000. بس شفت الموضوع بسيط ازاي؟ تعالى كده بقى نجرب، هتقول 40% في 2500، ونفس القصه هنا برضو اهو هتقول 60% في 2000، وبعدين تجمع في الاخر ده كده زائد ده يطلع كله كام؟ 2200. بس الكلام ده لو حضرتك عندك بيرفكت انفورميشن، يعني عارف ان النهارده الجو كولد فتروح تبيع كافي، او عارف ان النهارده الجو هوت فتروح تبيع ايه؟ سوفت درينك، فتطلع الاكسبكتد فاليو ويز بيرفكت انفورميشن كام؟ 2200. بالتالي سؤال سهل وبسيط ما فيهوش اي مشكله، موضوع الاكسبكتد فاليو من المواضيع السهله. وعندك ميزه كويسه قوي هنا ان انت عندك اسئله كتير قوي، تقريبا اسئله معديه ال 50 سؤال، وبالتالي مش هنقدر نخلصهم في المحاضره بتاعتنا النهارده، فهنكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله في المحاضرة الجاية بقية حل الأسئلة. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.